السلام عليكم. اليوم نروح للمشروع نتاع المركز الدولي للمعارف اللي راه قيد الإنشاء على مستوى بلدية المحمدية، إذن بالجزائر العاصمة، واللي الآن بدأت الأشغال تمشي على كل حال في بعض الأجزاء من هذا المركز الدولي اللي فيها عدة ملحقات وعدة قاعات ضخمة للعروض وقاعات للمؤتمرات، وكذلك في فندق عالمي وعدة يعني ملحقات بهذا المشروع المتكامل على إذا مستوى بلدية المحمدية. نترككم تتابعون هذا التقرير بعد الزيارة تاع وزير التجارة إلى موقع المشروع. نترككم تتابعون إذا، والسلام عليكم. اقتصادي متكامل مجهز بمرافق ومنشآت لضمان خدمات بنوعية عالمية. قصر المعارض الجديد يتربع على مساحة تفوق 54 هكتارا، سيتم إنجازه على 3 مراحل. بدايتها ستسلم في أقل من سنة لاحتضان أكبر تظاهرة اقتصادية في إفريقيا أواخر السنة القادمة. هذا البهول يعتبر البهو الأول والبهو الأساسي بمساحة 3 هكتارات بمقابين وقاعة عرض، يحتوي المشروع على غطاء هيكلي. نسبة المشروع الآن، المشروع بالغ إلى مستوى الأساسات. نستطيع القول أن بعد إتمام الأساسات نكون في نحو 30% من تقدم المشروع. المنشأة القديمة سيتم ترميمها كليا، كما سيتم إنجاز قاعة عرض مخصصة لإيواء معرض دائم للإنتاج الوطني. سوف نقوم بتجديد البنايات القديمة لقصر المعارض، وتعتبر مرحلة ثانية من هذا المشروع. راح يكون تجديد في الاستعمال تحت لبنايات عصرية وموافقة للمقاييس الدولية في مجال المعارض. راح نكمل يعني مركب عملاق الأول في إفريقيا ومن بين يعني المراكز الكبرى في العالم، يعني يكون كذلك متوفر على كل الشروط التقنية والتكنولوجية الحديثة. حركية اقتصادية عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فقصر المعارض بحلته الجديدة يكون مرفقا استراتيجيا للترويج والتعريف بالمنتوج الوطني داخل الوطن وخارجه.